زملائي موظفي دوائر المبيعات في شركات الفاين، نهاركم سعيد. أقسام المبيعات في الفاين هي أهم أقسام موجودة في الشركة، لأنه هو القسم الوحيد اللي بيجيب إيراد ودخل للشركة، بينما باقي الأقسام في الشركة مشغولة في الصرف، وبالتالي أنتوا أهم ناس عنا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ماذا نريد من موظفي وأطقم مبيعات شركات فاين؟ أو السؤال الأهم، ماذا تريد أنت موظف المبيعات من نفسك؟ نحن نعتقد أن موظف المبيعات لا يريد أن يكون مجرد ناقل distributor أو مستقبل للطلبات order taker، بل يريد أن يكون صانع للorders، يريد أن يكون سفيرا للشركة، يريد أن يكون صورة للشركة، يبني علاقات متينة مع التجار، يحصل على الأخبار من السوق وتطور الصنف، يعطي صورة بهية وزاهية للأصناف والشركة التي يمثلها. ونحن نعتقد أنك كموظف مبيعات تريد أن تكون فخورا، تعمل بضمير، تخلق قيمة مضافة من العمل الذي تقوم به. فبالتالي نحن قمنا بعمل مجموعة من الأنظمة لمساعدة موظف المبيعات في تحقيق هذه المهمة، وهي الأنظمة راح تباعا تتوصل لكم، تنعرض عليكم، راح يكون فيها تدريب، ونرجو أنها تكون أداة مساعدة في إنجاز العمل المطلوب بالطريقة التي تعكس أفضل صورة لك كفرد وللشركة. نحن تعودنا في شركة فاين أنه شعارنا ننمو معا، growing together، فبالتالي من غير نمو المستهلك، ومن غير نمو الزبون، ومن غير نمو الأصناف التي نمثلها البرانز والشركة، أوكي، لا يمكن أن يعكس ذلك علينا كلياتنا. فنحن جميعا نعتمد على طاقم المبيعات لتحقيق القيمة المضافة، الصورة الجيدة، لتسهيل مهمة المشتري والمتسوق في إيجاد والعثور على واختيار ما يريد، لننمو معا. ولكن أنظمة المبيعات زي أنظمة تانية، هي مجرد أدوات. السكينة أداة ممكن يستخدمها الشخص لتسهيل مهمة تقسيم الطعام والأكل، أو ممكن يستخدمها الأعمال الإجرامية. فبالتالي الرسالة أنه في النهاية تعتمد على الفرد، الفرد اللي بده يطور حاله ويتفاعل مع الأنظمة الجديدة ممكن أن يستفيد منها، والقصد تبعنا أن ننمو معا. ومتمنى للجميع حظا سعيدا ورحلة سعيدة، وشكرا. صباح الخير، أهلا بك في شركتك، شركة فاين لصناعة الورق الصحي، ومرحبا بانضمامك لفريق مبيعات فاين، الفريق الأسرع نموا في المملكة. في هذا العرض المصور سوف أقدم لك شرحا مفصلا لنظام مبيعات فاين، وسوف يكون هذا العرض هو وسيلتك الأولى لفهم نظام المبيعات المتبع لدى شركتنا، وليساعدك في تحقيق أفضل نتائج البيع والانتشار. فعند وصولك إلى مقر الشركة في الصباح الباكر، باشر بإنهاء الخطوات التالية على وجه السرعة: ختم بطاقة الحضور في تمام الساعة 7:30 صباحاً، تأكد من إيداع إيرادات مبيعاتك لليوم السابق واستلام سند القبض، ومن ثم توجه مباشرة إلى مستودع البضائع لتحميل المنتجات الخاصة بك والتي قمت بطلبها في اليوم السابق من خلال الهاند هيلد. وعند بدء عملية التحميل، تأكد من اتباع أسس ومعايير التحميل الخاصة بشركة فاين، وهي كالآتي: بادر بمقابلة مشرف المستودع المسؤول، وذلك للتأكد من جاهزية قائمة البضائع الخاصة بك وتوافر كامل الكمية المطلوبة.
الإشراف على تحميل البضائع، وذلك من خلال التأكد بأن عملية التحميل قائمة بناء على معايير ترتيب الفان فان بلانوغرام. من ثم يقوم مندوب المبيعات ومشرف المستودع بمعاينة البضائع المحملة للمرة الثانية للتأكد من القائمة المطلوبة. بعد الانتهاء من عملية التحميل يقوم مندوب المبيعات بالانضمام لبقية أعضاء فريق العمل، وذلك لمباشرة الاجتماع الصباحي، حيث يقوم مسؤول الفريق بطباعة تقرير نتائج البيع الخاصة بالمندوب وتسليم التقرير إليه. يقوم المندوب بدوره بتحديث جميع مؤشرات قياس الأداء الخاصة به، ومن ثم يقوم باستبدال التقرير السابق بالتقرير المحدث. وجدير بالذكر بأن شركة فاين قد طورت غرفة اجتماعات نموذجية لكل فريق عمل، ويطلق على هذه الغرفة اسم الغرفة الديناميكية، وسميت بهذا الاسم لترسيخ أهداف الاجتماع الصباحي ولكونها مجهزة بجميع لوحات قياس الأداء الفردية والجماعية ولوحات معايير البيع والانتشار. يستغرق الاجتماع الصباحي مدة وجيزة تتراوح من 20 وحتى 25 دقيقة. يقوم فريق العمل من خلالها بمناقشة التالي: يقوم كل مندوب بمناقشة تقرير المبيعات الخاص به مع مسؤول الفريق. يتباحث الفريق بشؤون أهم القضايا التي يواجهونها أثناء البيع وما هي الحلول المتاحة. يقوم الفريق بوضع خطة العمل اليومية مع مسؤول الفريق ومناقشة أساليب تنفيذها، ثم ينطلق أعضاء فريق العمل لمباشرة أعمال البيع والتوزيع وفقاً لخريطة المناطق ولخطة السير المخصصة لكل مندوب. فعند وصول المندوب للعميل المستهدف يقوم بتفعيل الزيارة البيعية الخاصة بالعميل والتحضير للزيارة. بتحية العميل وتفعيل حديث تفاعلي مناسب، على سبيل المثال الاطمئنان على حالة البيع أو عن آخر أخبار المنتجات المنافسة، ومن ثم يتوجه إلى منطقة تواجد منتجات شركة فاين، فيقوم باتخاذ كافة معايير الكشف عن الرف بعين الاعتبار وحصر الأصناف والكميات المتبقية على الرف.
بعد الانتهاء من خطوات الكشف النموذجية يقوم المندوب بمراجعة الأهداف والتأكد من القائمة قبل البدء في عملية العرض للعميل والشروع في إقناع العميل بالعرض الأمثل. وفي لحظة التقديم يقوم المندوب بشرح نتائج الكشف للعميل، ومن ثم يبادر في تقديم القائمة المقترحة والعرض المثالي الذي يتناسب واحتياجات العميل. وخلال دقائق معدودة يقوم المندوب بمحاورة العميل عن الأصناف والكميات المقترحة، آخذا بعين الاعتبار رأي العميل ومقترحاته أيضا، ومن ثم يباشر المندوب بتسجيل الطلب حسب الاتفاق النهائي. وبعد إنهاء الصفقة بنجاح يقوم المندوب بإنزال البضائع المتفق عليها، مبتدئا بالمنتجات الرئيسية والمنتجات سريعة النفاذ، ومن بعدها يقوم بإنزال المنتجات الأخرى، ومن ثم المنتجات الأبطأ نفاذا. ومن ثم يكمل المندوب أساسيات الزيارة، فلم تنتهي الصفقة عند انتهاء الإنزال، فبعد ذلك يتولى مندوب المبيعات مهمة ترتيب المنتجات على الرف، وذلك طبقا لمخطط الترتيب الخاص بمنتجات فاين والذي يعرف بالبلانوغرام. قبل الانتهاء من عملية الترتيب تأكد من ترصيص المنتجات بشكل جذاب ولافت للأنظار، وتأكد أيضا من لصق علامة السعر على كل منتج. وها قد شرفت الزيارة على الانتهاء، يتوجه المندوب إلى العميل لإنهاء الصفقة، فيقوم المندوب بتلخيص الزيارة وما قام به من أعمال أمام العميل. يحرر فاتورة المبيعات ويقوم بطباعتها. يباشر المندوب بإعطاء الفاتورة واستلام نقود البيع. تذكر دائما بعد النقود قبل مصافحة العميل ومغادرة المتجر. نتمنى بأن يكون هذا العرض المصور بمثابة الخطوة الأولى في رحلة إتقان فن المبيعات.